خلينا نروح لل يا ايها المختار والشيخ طه الفاشني. انت بديت مع عند محمد عمران، نرجع بقى عند واحد من كبار المنشدين في مصر، وهو طبعا من الناس اللي جمعت بين القرآن والإنشاد، والشيخ محمد عمران كذلك، وكلهم يعني ما شاء الله. يا أيها المختار، يا أيها المختار، لمدحه ماذا أقول؟ لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام، الكرام نادت بك الرسل الكرام، الكرام نادت بك الرسل الكرام، الكرام نادت بك الرسل الكرام، نادت نادت بك الرسل الكرام، نادت بك الرسل الكرام، فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا. فضلك ناثر أو كاتب عددا، ولا الشعراء يا
يا غوث النادى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني شوية عرب عملهم محمد في تقديم هذه الأنشودة الكبير قوي الراحل الشيخ طه الفشني، اللي أحد أهم علامات فن الإنشاد في مصر، اللي انضم للإذاعة رسميا سنة 1937 كقارئ، اللي طلع